بعض من اعلاميين السيسي بداوا يعني يحملوا المستانس مصطفى مدبولي القصه كلها، ويقول لك ان هو السبب في الفشل او ان هو لازم يرحل وان الحكومه دي عملت اللي عليها وخلاص وشكرا مدبولي اركن على جنب. يا جماعه هو مدبولي اللي طلع، مدبولي المستانس يا جماعه هو اللي طلع على التلفزيون وقال فهمناها سليمان 5 مرات، هو اللي طلع على التلفزيون وقال اللي اقرب من الكرسي ده هعمل فيه واعمل فيه، هو اللي طلع وقال انا قعدت ادرس مصر 50 سنه، وقول لنائب برلماني في دمياط اقعد ساكت. هل مدبولي المستانس ده هو اللي طلع وقعد ينطر في الشعب المصري؟ هو اللي بيطلع ويكلم الناس من ظهره؟ هو اللي بيطلع ويقول انتوا مين؟ مدبولي؟ هل مدبولي ده اللي طلع قال ايوه انا ببني قصور؟ طب بما انك بتبني قصور ما من باب يعني احنا صدقناك ان القصور ديت ان محمد علي ده ما كانش صح وانت اللي صح وان القصور دي من اجل مصر، ما تبيع القصور اللي من اجل مصر زي ما احنا بنبيع، زي ما بتبيع الشركات. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. فالوضع لا لا لا، هم بيغنوا في حته بعيده، عايزين يعني مدبولي المستانس، مدبولي المستانس اللي بيطيع السيسي اكتر ما الست بتطيع زوجها، يشيل الليله يشيل الليله يعني ويلبسوه في القصه دي كلها.